للمزيد من التحليل بينضم إلينا من بروكسل عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية عمرو، يعني ما هي المستجدات لديك؟ يعني هناك ترددات عن فكرة المقاعد الثلاثة، أطلعنا على المشهد لديك. نعم هاجر، المشهد ساخن هنا في مقر الاتحاد الأوروبي، حيث يجتمع قادة الاتحاد بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وأسفرت عن تفوق لليمين بشكل عام، واليمين المتطرف صعد صعودا كبيرا بالنسبة لمقاعد البرلمان، ومن ثم يتم اختيار الكتل الرئيسية في داخل البرلمان والذين يمثلونها. أورسولا فون دير لاين وهي رئيسة المفوضية الحالية لديها كتلة هي الأكبر في البرلمان الأوروبي، ومن ثم من المتوقع أن يتم الموافقة على تمديد فترة ولايتها، رغم إعلان جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية عن غضبها الشديد لهذا الاختيار دون وجود لجورجيا ميلوني شخصيا في هذا الاختيار، وكان مفاوضات من 6 رؤساء للكتل بما فيهم رئيسة الفرنسية ماكرو ورئيسة والمستشار الألماني شولتز ورئيس اليوناني وعدد آخر. هؤلاء غيبوا وجود إيطاليا، وخصوصا أن جورجيا ميلوني تقود وتتزعم الكتلة الثالثة في ترتيب الانتخابات البرلمانية، ومن ثم جورجيا ميلوني ربما تعترض على هذا وربما تعقد مسألة اختيار المناصب الثلاثة. ربما هي من الداعمين الرئيسيين لأورسولا فون دير لاين، لكنها لا تدعم قيادة رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا للمجلس الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يشغلها الآن تشارلز ميشيل، والمنصب الثالث وهو من أهم المناصب بطبيعة الحال الذي يشغلها الآن جوزيف بوريل وهو مسؤول العلاقات الخارجية، والمرشحة الأقوى لها هي رئيسة الوزراء الإستونية يانا كالاس. وهذا ربما اعتراض كبير من جورجيا ميلوني، ليس فقط ميلوني التي تعترض، ايضا فيكتور اوربان رئيس الوزراء المجر الذي لا لديه اصلا اليمين بشكل مختلف، اليمين الوسط، وهو يعترض على هذا القرار. المشكله هنا هذا ان الاتحاد الاوروبي حين يقرر مثل هذه الشخصيات يجب ان يكون هناك اجماع كامل من 27 دوله، وايضا وهذا الاجماع يكون ايضا من المفوضين الذين تبعتهم كل دوله من 27 لديها مفوض يتعامل مع الاتحاد الاوروبي كمندوب دائم للاتحاد الاوروبي، اي 27 مفوض او 27 سفير دائم داخل الاتحاد الاوروبي، وهؤلاء يكونوا من ضمن المجلس الاوروبي ومن ضمن الذين يختارون القرارات المختلفة، وهذه الكتل المختلفة حسب كل دولة ما ترشح منها. أورسولا فون دير لاين أصرت هذه المرة أن يكون هناك ترشيح من كل بلد لعنصرين، عنصر نسائي وعنصر رجالي، ربما أيرلندا الوحيدة التي لم تتقدم إلا بعنصر رجالي وهو وزير المالية ليكون مفوضا عن أيرلندا في الاتحاد الأوروبي. الاتفاقات والملفات التي ستستمر ربما ستكون معقدة، هذه القمة التي تستمر اليوم وغدا لديها ملفات كبيرة هاجر. الملف الأول والذي تم مناقشته وبموجبه تم توقيع الاتفاق الأمني مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بالفعل في وجود رئيس الوزراء رئيس الأوكراني زيلينسكي، وتم توقيع بالفعل. الآن هناك مناقشات الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي، وأيضا الملف الساخن بالنسبة للشرق الأوسط وخصوصا غزة ومعبر رفح وتفاصيل هذا. ولا ننسى أن بالفعل الاتحاد الأوروبي قد جدد مهمة المهمة الأمنية الخاصة بمعبر رفح التي يقودها الاتحاد الأوروبي والتي كان يعمل بها منذ عام 2000 وخمسة. نعم هي قمة، نعم عمرو هي قمة مختلفة نتيجة الطبيعة الجيوسياسية، نتيجة الحروب الدائرة. أعتقد بأن الموقف القادم هناك حقيبة مثقلة سيتعامل معها الاتحاد الأوروبي. أشكرك عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بروكسل.